السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم جيكومينيك تي في لتعلم اللغات، من بينها اللغة الإنجليزية للأطفال. هيا بنا نتعرف على مغامرات بنجي. هل يستطيعون الأطفال رسم بنجي بشكل جيد؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الحصة. هيا بنا نتعرف على قصة بنجي باللغة الإنجليزية. نتمنى لكم حظا موفقا. Unit 3 My body. استمعوا جيدا. A big noise. Continuous Benji. Grabbing his own noise. A big noise. Continuous Benji. Grabbing his own nose. And Jenny draws a big noise. Saying, a big noise. A big noise. A big noise. Continuous Benji. Grabbing his own noise. And Ginny draws a big noise saying a big noise. إذن عند استماع لهذه القصة يجب عليكم قراءة بشكل جيد، وإذا صادفتم بعض الكلمات الصعبة يمكنكم استعمال المنجد Dictionary. إذا اللقاء. Goodbye.